اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، يمكن كنا هنروح لماتش السوبر قبل الفاصل، بس عندي الحقيقه استفسار، وانا هنا بستفسر زي جمهور النادي الاهلي، عايز يسمع من حضرتك ردود لكل شيء بيدور في ذهنه. ليه النادي الاهلي مثلا ما بيخشش في صفقات لعيبه، بدون ذكر اسامي طبعا، مع كل الاحترام لكل اللعيبه، انا اتكلمت على علي زين لانه كان ابن النادي يعني، بس في لعيبه ثانيه بتروح هنا وبتيجي هنا وبتاع. ليه النادي الاهلي بيقول لك النادي الاهلي غني ويقدر ويدفع ويجيب ده ب 7 مليون ويجيب ده ب 8 مليون؟ ايه المشكله النادي الاهلي يجيب؟ الدنيا ماشيه ازاي في الموضوع ده؟ لا، هو اكيد طبعا النادي الاهلي عنده قدره زي ما حضرتك بتقول انه ممكن يشتري لعيب ب 8 ولاعيب باكتر او كده، انما هي ما هوش كده. هي النادي الاهلي منظومه اداريه، وده بيحس فيها اي حد بيجي جوه النادي من اول. صحيح. في نشاط رياضي، في مدير تنفيذي للنادي، في اصول. مفيش حد بياخد قرار فردي، مفيش حد بيدير حاجه لوحده. فانت ممكن في نادي واحد بياخد قرار، هات ده ماشي، ده نديله ده من تحت الترابيزه وكده. في النادي الاهلي ده حاجه مش موجوده فيه. انما برضو انت ما تقدرش انك يبقى رينج اللعيبه، انت لازم يبقى فيه عدل في الفرقه الجماعيه. دي صعوبه الفرقه الجماعيه، ان الولاد لازم يبقى فيه عدل. انت ما تقدرش تجيب لعيب مثلا ياخد اضعاف اللي عندك، ياخد اضعاف، وانت اللعيب ده ما يكسبش لوحده. انا ما اقدرش اجيب واحد مثلا ب 8 9 وانا عندي واحد باقصى واحد باخد 3 وده 2. هتبتدي اللعيبه، وده بيحصل في طبعا الانديه الثانيه وبيحصل فيها مشاكل. انما احنا وده من النادي الاهلي من ايام كابتن صالح، كابتن حسن حمدي، كابتن خطيب، اسس ماشيين عليه، وده نجاح النادي الاهلي. فا احنا حابين نجيب نجوم، وان شاء الله بنوعد جماهيرنا ان احنا نقدر نجيب نجوم محتاجاه الفرقه، وتتماشى مع الاطار اللي مبني جوه الفريق. يعني افهم وده بيخلينا اتفضل يا كابتن. لا عايز اسمعك. لا بالعكس، سواء اسمعك. سواء نجم او بجيب لعيب في مرحله سنيه معينه، لازم اسويه بالناس اللي عندي. ما اقدرش اجيب واحد اديله مثلا 10 قروش واللي عندي القدره ان انا اجيب زيه بالظبط ونفس السن ومعاه في المنتخب واديله 5. انا لازم يعني، فانا ممكن ابص لصفقه واحده ان انا هدفع فيها 10، بس انا بقى اللي عندي دول لازم هعلمهم هم كمان. لا، يبقى الصفقه دي بتكلفني 20 يعني. صحيح. فانت منظومة. هي منظومه العدل، العدل وماشيه. طبعا من سهل انك تدفع 50 60 مليون وتجيب فرقه وتعمل وكذا، انما ما هياش دي رياضه. وكمان يا كابتن معلش، يمكن انا اسف اعذرني، يعني النادي الاهلي عنده كره يد رجال وكره سله رجال وكره طايره رجال. بالزبط. فانت لو ميزت اللاعب ده، انا بتهيألي يعني، انا راجل لاعب كره سله، لو بصيت جنبي في التمرين اللي قبليه لقيت لاعب كره يد جه انا زيه في المنتخب وجه خد 4 5 اضعافي، اكيد هزعل برضه، هقول لك لا ما تديني زيه. اكيد. انما احنا طبعا لازم يبقى فرقتنا على اقوى مستوى. المجلس الاداره بصراحه ما بيدخرش اي حاجه، اي طلبات لينا بيلبيها، اي احتياجات فنيه عمر كابتن خطيب بنفسه يعني. يمكن ده التكريم، التكريم اللي كابتن خطيب عمله مع ابطال الكؤوس قبل ماتش السوبر يعني، كان يوم ما جينا يعني. وكان كابتن حريص انه يجيب الفرقه ووقف اجتماع مجلس الاداره وقعد مع الولاد وكان له يعني بصراحه يعني. لا انا شايف انه واقف جنبكم بشكل كبير جدا. المجلس الاداره كله بيدعمنا، والمجلس ما بيدخرش جهد في ضم اي لاعب مميز من اي نادي طالما هيفيد الفريق ولعيب جيد سمعته كويسه. دي اهم حاجه. يمكن في التعاقدات برضه حضرتك هتلاقي ان الولاد اللي جايين يعني الحمد لله كلهم على مستوى خلق عالي. احنا فريق الهاندبول من احسن عناصر على مستوى. انا قلت كده، قلت الحقيقة.